كابتن حسام أدار المباراة بطريقة محترمة جدا، تركيزه وتحضيره للمباراة سهلت عليه الأمور كويس قوي في تغييراته، في طبعا الاستحواذ للاعيبه النادي الأهلي خصوصا في نص الملعب. كنا سهل جدا النهاردة ان احنا نكسب 2 و3 و4 خصوصا الشوط الثاني، هدفين لوليد أزارو وكره لأجاييه. طبعا كانت مبادرة هجومية من الكابتن حسام، لعب الشوط الثاني 4-4-2، قدر ان هو يخترق دفاع فريق الترجي اكتر من مره. كنا ممكن نكسب 3-4، لكن طبعا ما كانش فيه توفيق لوليد ازارو النهارده. نتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه. النهارده النادي الاهلي عمل كل حاجه، عمل استحواذ، عمل اهداف. كابتن حسام طبعا حمس اللعيبه قبل المباراه، كانت لعيبه رجاله جدا وقدروا ان هم يكسبوا المباراه خارج ملعبهم، ودي كانت ميزه في لعيبه النادي الاهلي النهارده اللي هم متعودين عليها. دي اللعيبه يا كابتن سمير بعد ما طلعوا من العشاء بعد المباراه. يعني انت اتكلمت كتير اهو، مش مديني فرصه حتى اسال الكابتن ربيع. ما الفرحه طبعا متخيل واحد يتكلم كتير. مش عارف اتكلم بس الكابتن ربيع ما خلاش حاجه. لا خلى، لا ده في حاجه انا هفكره بيها. اتكلم فنيات وفرحه واحتفاليه وكل حاجه. لا في حاجه من المفاجات، في حاجه نسيها الكابتن ربيع، قال لك كابتن اسامه مش هيلاقي حاجه، انا اتكلمت في كل حاجه، في حاجه نسيتها مفاجاه يعني. كنت متوقع النهارده عدم اشراك صلاح جمعه؟ مش دي كانت مفاجاه؟ مفاجاه طبعا. شفت بقى؟ ما خلي بالك. 1-0.